يعني أو بسارية مشا براسي دبوا نهر بس عراق نهر بس قصدة مجتمعي دوليش مجتمعي دوليش الهدف صاير بنيه شبه واهن اثنين مسلحين ويحملون احنا مهمتنا اسلحه خفيفه ومتوسطه واضح بعد 2003 فتحت الحدود انتشر بوسط المجتمع دمر الشباب دمر لك جيل كامل ما حد يلتفت له والله حياتي كان كلش صعبة يعني كل يوم أموت أنا بموت يعني كان أكمله والعراقي يعني إنه إحنا نقول إنه هذا التغيير ما يحدث لولا وجود القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها يعني ما حدث هذا التغيير بالعراق Their bullet under fire. Everybody took whatever he can take and start fleeing. You will see. بعدين بالطيارة ضربونا صاروخ. كنت صغير أنا. Claire. حكيم أمي أنت دائما يقول أنتوا الصبايا أنتوا الخدامين ما لكم حتى تحكوا شيء. وبعدين رحت للمستشفى هذا الذكرى يعني لأن يعني بعدين فقدت الوعي لما بعدين قعدت أنا مصاب يعني متأذي يمين يسار طوق يمين يسار وبالتالي ما أعرف إيش نفسي شو المكنات يقلك باشا حكرت ولا زكي اللي بقي يقلك باشا بخديك هي بتحس هي منهم عندهم غنم وبقرات أنا صحتي غالي علي احلف بنفسي هنا غلط والله غلط هالشارع لحظة خل إعلاميا باقية أما الحرب العسكرية إحنا نشهدها ما ندري ارجع ثلاث خطوات لي ورا توقف عمل والنفسية اللي داخل النفس البصري موجودة أبدا ولا تطفئ